استدعت وزارة الخارجية الليبية القائم بالأعمال في السفارة المصرية، وأشارت في بلاغ لها أن ذلك جاء نتيجة ما تداول في إحما تدولة في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا. وقالت الوزارة في بيان لها أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تم تداوله في إحدى البرامج المصرية وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا. أضاف البيان أن الوزيرة أكدت أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية. في المقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ رفض التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر في بيان رسمي أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة، وأنها تعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا. أضاف أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية. هذا ويذكر أن راديو فرنسا ذكر أمس الأحد أن مصر لم تنظر برضا للقاء الذي جمع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة على هامش مؤتمر الدول المنتجة للغاز. لمناقشة هذه القضية أرحب بضيفي عبر سكايب من طرابلس الدكتور محمد الهنجاري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور. أخي الكريم، جافة الجمهور، كيف رأيت خطوة استدعاء السفير المصري من قبل الخارجية الليبية؟ هي فعلا خطوة كانت ضرورية جدا لوقف الإعلام المصري الذي منذ سنوات يبت في الفتن والإشاعات والتحريض على الشعب الليبي في قتال بعضه، ويعني وصل حتى للدعم العسكري في مصر. مصر كان لها دور كبير يعني سواء إعلاميا وعسكريا في بث الفتنة في ليبيا والشقاق الذي نراه اليوم، وكانت أحد الدول القريبة هي مصر يعني التي مهيمنة على القسم الشرقي من ليبيا. طيب، يعني ألا يمثل هذا تصعيد خطير دكتور؟ لا، ليس خطير يعني العلاقات هي تو الآن يعني أعتقد أنها جيدة بعض الشيء، ولكن يعني فترة تم يعني كسب عقود لا بأس بها في حكومة البيبة، يعني عقود يعني حتى أنها يعني واخدة أضعاف القيمة الحقيقية يعني، ولكن تفاجأنا في النهاية أن لم ترضى مصر فعلا على بيبة بالرغم ما قدمه لها من يعني مشاريع وفتح بساط ورد العلاقات وكذلك العمالة وغيرها، ولكن مصر ما زالت لا تثق في بيبة خصوصا بعد يعني التقى بالرئيس الجزائري. طيب، سنعود للحديث عن البيبة وموقف النظام المصري منه، ولكن ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة السيد محمود عطية رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ محمود أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. طيب، ما كنت سامع صوتك معلش. ليبيا اعتبرت ما قاله عمرو أديب تشبيه علاقة مصر وليبيا بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا مسا بسيادتها، استدعت القائم بأعمال السفير. برأيك لماذا اتخذت ليبيا هذا الموقف؟ طيب، حتى يكون معنا الأستاذ محمود عطية مرة أخرى. دكتور محمد، الوزارة الخارجية المصرية تحدثت أن الإعلام المصري إعلام حر، وكل إعلامي يعبر عما يؤمن به، وأن المواقف الرسمية المصرية تصدر إما عن رئاسة الجمهورية وإما عن الخارجية المصرية. لماذا اعتبرت ليبيا تصريحات عمرو أديب وكأنها موقف مصري رسمي؟ الصراحة يعني حقيقة أن إعلام حر يعني حر في أشياء دون أشياء، لكن يعني في نقل أخبار صحيحة، في نقل يعني التحليليات التي تتدخل في العنصرية والعرقية والازدراء الديني والتنمر وغيرها، ولكن هذا
يعني خرج الاعلام هذا يصبح اعلام غير حر، يعني اعلام تجاوز حدود الحريه. يعني هذا مبرر ان اعلام حر ويعني بث الفتن، هذا لا يعتبر اعلام حر. يعني طب هل يمكن دكتور لو تشرح لنا وللمشاهد يعني ما الذي اغضب الجانب الليبي عندما يقول عمرو اديب العلاقه بين مصر وليبيا كما روسيا واوكرانيا؟ يعني الرجل يتحدث عن الجيوسياسي، يعني لا يتحدث عن الغزو. يعني هو اعتقد ان عمرو اديب ليس يعني له يعني خلفيه يعني واسعه حول الصراع الاوكراني الروسي، ويعني اعتقد هو تشبيه اتى بتشبيه ضر بنا، وليس لكن ليس له يعني تلك الحقيقه العلاقه بين اوكرانيا، ولا يعني كان روسيا كانت محتله اوكرانيا لسنوات طويله او في الاتحاد السوفيتي. هل مصر كانت مع ليبيا في حقبه ما دوله واحده؟ هذا غير موجود اصلا في التاريخ. فهو يعني مجرد بربروغاندا ومجرد يعني اطراء لا ينفع، ليس له حقيقه اصلا ولا قاعده حقيقيه، مجرد ان الانسان يترتر او يعني طيب. مش لاقي ما يقول، نقول احنا او في حلقات المتكرره يوميا يعني او طيب. دعني أعود لي السيد محمود عطية اللي بينضم إلينا مرة أخرى من القاهرة. أستاذ محمود، كنت بسألك إن ليبيا أخذت كلام عمرو أديب إنه موقف مصري رسمي واتخذت إجراء دبلوماسي قوي وهو استدعاء القائم بأعمال السفير في ليبيا، برأيك لماذا اتخذت ليبيا موقف كهذا؟ يا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك والسادة المشاهدين. والله أحيانا دكتور إن بعض الناس حتى في قول شعبي بيتقال يعني مش عارف الولد اللي مش كويس يعني مش عارف يجيب لأهله إيه، يعني واخد بال حضرتك؟ فبعض الأشخاص المحسوبين زورا وبهتانا على الإعلام اللي هم بيشتغلوا في قنوات فضائية خارجية، واخد بال حضرتك، بتبقى المسألة لا يقدروا مواقف الدولة ولا يقدروا يعني من مده كبيره. اتذكر مذيعه معينه اساءت الى اشقائنا في المملكه المغربيه واساءت الى اشقائنا في سلطنه عمان، وكان فخامه رئيس السيسي في زياره الى عمان، والرجل يجتمع بالمرحوم سلطان قابوس. ففي بعض الاشخاص وخاصة هذا الشخص الذي يدور عنه الحوار الذي لا أعرفه ولا أتشرف أن أنا أنطق اسمه على لساني، أخبر حركة ده، هذا يعمل في قناة فضائية خارجية زي ما بيتلقى الريالات والدولارات، بيتكلم أي كلام، وجايب شقيقه بينجمه بيفهمنا، عايز يفرضوا علينا زي ما الإعلام بيفرض علينا أشياء أخرى، إنه عايز يفهمنا يعني إنه هو محمد حسنين هيكل والمحلل السياسي والاستراتيجي ومش عارف، كلام فاضي يسيء إلى الدولة المصرية. طب أستاذ محمود، الدولة المصرية الحقيقة ردت. أكمل تفضل. فكان من الدولة المصرية المحترمة بقيادة فخامة رئيس السيسي أن قالت يعني في رد رسمي من وزارة الخارجية أن هذا الموضوع لا يمثلنا، وامتنع حتى مندوب الوزارة أو المتحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق عن هذا الموقف، وقالوا يعني أن بتوع الإعلام بقى اللي هم المسؤولين على الإعلام أن دي قناة فضائية خارجية وليست مصرية. فطبعا ليبيا أشقائنا، هناك فرق ما بين ليبيا ومصر وبين الحدث ما بين روسيا وأوكرانيا، هناك فرق كبير جدا في حاجات كتير جدا. طيب، هو المجلس الأعلى للإعلام الحقيقة طلع بيان فعلا، وهو الهيئة دلوقتي الرسمية المسؤولة عن الإعلام، وقال أن موقف مصر وليبيا موقف معروف تاريخيا، وأن الإعلام المصري يحترم الأشقاء في ليبيا بشكل كبير. لكن أنا عايز قبل ما أرجع للدكتور محمد الهنجاري أستاذ محمود، عايز بس أتوقف معك عند جملة قالها المتحدث باسم الخارجية في البيان الرسمي، أن الإعلام المصري إعلام حر وكل مذيع أو برنامج يعني يؤمن بما يعتقد. ودكتور محمد الهنجري يعني علق على هذه النقطة، هو أحيانا بيكون حر لكن أحيانا أخرى لا. هل حضرتك شايف الإعلام المصري إعلام حر فعلا؟ عمرو أديب بيتكلم من دماغه ولا في توجيهات أنه هو يتكلم بحاجة زي كده؟ أحيانا يا دكتور أسامة التوجيهات ما بتبقاش كده،
لكن عندما يجود انسان او شخص، ماليش دعوه باللي حضرتك قلت على اسمه ده، انا بتكلم على اي حد تاني، انسان شخص فارغ من جواه، من جوه عقله، ماذا يقدم هذا الشخص؟ ماذا يقدم؟ ماذا يفيد المواطن؟ افاد ايه واضاف ايه الى المواطن المصري؟ لم يفيد شيء. اكل وشرب، ناس بتعمل اكل ويجيبهم وياكل ويقعد يتسمم معاهم بسفره فيها ملذ وطاب والناس مش لاقيه تاكل، قمه الاستفزاز. فهذا لا يمثل، هذا يمثل الاعلام المصري تماما. وحتى المسؤولين المصريين عندما يوجهوا بتوجيه ما بيوجهوش بالخيابه دي بقى، يعني لا، ده احنا عندنا ناس بيوجهوا، ناس محترفين وناس محترمين. طيب. والقياده ناس محترمه، والمسؤول عن الاعلام راجل محترم. بدون الهيئه العامه للاعلام، المسؤول عن الاعلام نفسه راجل محترم. انا يعني ما اعرفش هو في حد تاني غير الاخ اللي هو بتاع الاعلام ده، في حد تاني بسمع عنه يعني، واخد بالك؟ لكن انا بسال حضرتك مين هو يعني؟ ما انا مش انا بسمع، انا بسمع ان في حد تاني، لكن التوجيه ما يبقاش بهذه الخيابه يعني. طيب خليني ارجع لدكتور محمد الهنجاري. طيب وضحت الصوره يا استاذ محمود. دكتور محمد، راديو فرنسا يتحدث عن غضب مصري من لقاء الدبيبة مع الرئيس الجزائري تبون في الدوحة. هناك أحاديث أن مصر ليست راضية عن الدبيبة، وهناك غضب أيضا من هذا اللقاء. يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول أن هناك توتر مصري ليبي من ناحية عبد الحميد الدبيبة؟ إذا تكلمنا بشكل عام يعني على المنطقة، عقلية ومخلفات الحرب البالدة، عقلية الثقافة الحرب البارد ما زالت موجودة في المنطقة برغم انتهاء الحرب الباردة وبعض التحولات في المنطقة، يعني كشخصيات اختفت من التاريخ، من سقط ومن مات في المنطقة، ولكن قاعدة على نفس العقلية. الجزائر ومصر دائما تيارين متضادين في السياسة، يعني هذا شيء معروف من أيام الحرب الباردة، يعني روسيا أمريكا، روسيا يعني كانت يعني الهيمنه الروسيه على الجزائر، وعلاقه حتى فرنسا بالروسيا علاقه يعني جيده، ويعني كل المتابعين يعرفوا الشيء هذا. فهذا قاعد مؤثر قاعد حتى الان، ما تلاقى الجزائر ايش دخل، هي في النهايه الجزائر ما دخلتش لا بقوات عسكريه زي مصر ولا بتحريض اعلامي على ليبيا ولا غيره ولا شيء. يعني فما يعني ليش كان حتى مصر تلاقى يعني هو الجزائر وقال احنا مع الانتخابات وغيرها يعني. نعم. هذه المساله صدام يعني، حتى يعني الجزائر حتى لو مرت هذه الحكومه لن تفعل شيء لاخر الجزائر، لكن قاعده مخلفات قديمه. الشيء الاخر اللي بتكلم عليه سامحني، التحريض الاعلامي مصر ليس ولدة اليوم، التحريض هذا تراكم من فتره ماضيه. هناك من يقول ان في الاعلام المصري ان برقه تبع مصر، ثروات برقه حقنا فيهم، حتى السيسي نفسه قال نقدر نحتل ليبيا. فكانت العبارات العنصريه يعني يحركها الاعلام، الاعلام المصري، وهذا يعني شيء منبوذ، يعني لا قانون دولي ولا دين ولا ناموس الحياه. طيب ما هو الاستاذ محمود عطيه اوضح يا دكتور محمد ان الدوله او النظام في مصر لا يتحكم في الاعلام، يعني هذه مواقف اعلاميه وليست مواقف الدوله او النظام في مصر، ما رايك؟ لا، كيف الاعلام يعني اذا كان الاعلام المصري يضر بمصر وبمصالح مصر، اعتقد ان الدوله المصريه هنا لها موقف. استاذ محمود، لو لك تعليق اخير على النقطه دي يا استاذ محمود. الهزوة على ليبيا، الاستهزاء والتنمر على ليبيا بس يعني. طيب كلام جميل. يعني ما توقفش الاعلام المصري، ما وقفش. طب اسمعني يا شيخ. تفضل يا استاذ محمود. وطائره ضد تركيا وقفت الاعلام الحر هذا او تسمى النازيه او حتى. طب اسمعني. المهم وجود على الاراضي المصريه حسب التوجهات. ليش ليه؟ طب حضرتك اهدى شويه بس، حضرتك المساله مش محتاجه الكلام ده كله. واخبار انا بقول لحضرتك، لو حضرتك خدت بالك من كلامي يا دكتور وشقيقنا من ليبيا خد باله من كلامي، قلت ايه؟ ان بعض الاحيان ان افراد من الاعلام او المحسوبين على الاعلام المصري بيسيئوا بطريقه غير مباشره وبدون قصد الى الدوله المصريه. ضربت مثال
بمذيعة أساءت إلى المملكة المغربية الشقيقة ولها في نفوس المصريين يعني معزة كبيرة جدا، وكما أساءت إلى السلطنة عمان ولها برضو في نفوس المصريين، هل حد هيوجه لها من الإدارة المصرية وفخامة رئيس السيسي في القصر الرئاسي مع المرحوم جلالة السلطان قابوس انها تسيء الى 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 عمان؟ طيب. يعني شيء مش مقبول يعني. وضحت. الحكومه والدوله المصريه بريئه من هذا الشخص، والشعب كله بريء من هذا الشخص. وضحت الصوره، اشكركم شكرا جزيلا. من القاهره دكتور محمود عطيه رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع، ومن طرابلس الدكتور محمد الهنجاري الكاتب والمحلل السياسي.